استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وفدا من أبرز الإعلاميين من 22 دولة إفريقية. تأتي الزيارة استمرارا للتعاون بين الدول الإفريقية وعرض دور الأكاديمية في تطوير العنصر البشري في إفريقيا من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وبعض البرامج الأخرى. اختتمت الزيارة بتأكيد أعضاء الوفد على عمق العلاقات بين الدول الإفريقية واهتمامها بتعزيز التعاون بين البلدين.